خير صباح الصحة والسلامة اللي دائما كنتمنوهم لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، والموعد كيف ما جرت العادة الحلقات ديال يوم الأربعاء. سعداء جدا أنه نستقبل معنا الدكتورة نائلة دراعو، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح الخير دكتورة نائلة. صباح النور عفاف. أهلا وسهلا بك. بيك. ما شاء الله ألوان صيف تليق بك. شكرا عفاف. شكرا عفاف. ولكن تكلم أنا دكتورة نائلة في الكواليس، قلنا أنه سبحان الله الاختيار ديال الألوان مسألة الذوق، يعني الذوق يلعب واحد الدور كبير. شكرا، هذا غير من لطف ديالك وحسن النظر. اليوم إن شاء الله معك دكتورة نائلة، وحنا في سلسلة من الحلقات تكلمنا على الكثير من الأمراض، كانت البداية مع الصدفية بطبيعة الحال، وحنا مازال مواصلين مع المستمعين الكرام. اليوم غادي نتكلموا على مشكل صحي كذلك ربما كيأرق وكيتعب الكثير من الناس. غادي نتكلموا على المشكل عضويا، ولكن ربما في الاتصالات اللي غادي نستقبلوها ديال المستمعين الكرام غادي نشوفوا حتى التأثير النفسي ديال هذا المرض لما الناس كيتصابوا به. المشكل ديال البرص أو البرص هو الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله من خلال برنامج صحة وسلامة. مرحبا باتصالاتكم، مرحبا بتساؤلاتكم أيضا على الأرقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 أو 52. إذن 05 22 46 72 50 51 أو 52. إذن في البداية دكتورة نائلة، كنعرفوا على أنه البرص عادة ما اللون ديال الجلد ديال الإنسان كيتغير، فشنو اللي كيخلي يعني اشنو التفاعل اللي كيوقع في الجسم ديال الانسان باش كنبداو نشوفوا هذوك ليطاش او هذوك الطبايع؟ الوغ مرض البرص هو كيف ما شرتي برص او لا مرض الفيتيليغو باللغه الفرنسيه، خلافا عن مرض البهاق وخلافا عن امراض جلديه اخرى اللي كيما كلها كتعطينا بقع بيضاء، لان مهم ان نعرفوا، لان غالبا في الكونتكست ماروكان ديالنا غير كنشوفوا ديطاش بيضين. اول ما كنمشيو نفكروا كنشوفوا في مرض البرص وكنفكروا فيه بواحد الطريقه حزينه وبواحد المرض بحال شي يعني قدر اللي هو يائس اللي غادي يوقع اللي غادي يخلي حياتنا كلها كتبدل. لان كيف ما شرتي فيه تاثير نفسي خطير جدا، بحكم ان داك اللون البيض وسط الجلد كيعطينا واحد يعني نظره ماشي هي هذيك يمكن على نفوسنا وحتى نظره الاخرين. الوغ دونك، ولكن مهم اننا نقولوا ان ماشي اي بقعه بيضاء ايكال البرص او الفيتيليغو. اليوم كنتكلموا على مرض البرص اللي هو المشكل الاساسي اللي فيه هو ان الخلايا اللي كتفرز الصبغيات او لي سيلول ميلانوسيتير باللغه الفرنسيه كيكون عندها مشكل، اما كتفرز لنا صبغيات بطريقه قليله وهنا كيكونوا هذاك اللون تاع البرص ماشي بيض بزاف او لا كيبان لنا في وسط هذيك البيوضه كاين مسائل اللي بحال كتكون سمراء، او لا هذيك الخلايا كلها يعني اما الكميه كتكون قليله او لا الخليه كلها كتمشي. نعم. يعني ما كتبقاش نهائيا وما كيبقاش اللون. دونك هذا المشكل ديال هذا الخلل في الصبغيات او لا في الخلايا اللي كتفرز الصبغيات عنده بزاف الاسباب اللي يمكن تؤدي اليها. اول حاجه كاين العامل الداخلي. نعم. ولا لاحظنا ان القاسم المشترك ما بين الحلقات اللي تطرقنا لهاد الايام، يعني تطرقنا للصدفيه او لا لبسورياسيس، تطرقنا الثعلبة أو لابولات، اليوم كنطرقوا للبراس أو للفيتيليغو، كلهم فيهم واحد الاستعداد جيني باش يجينا المرض. الوغ تا مرض البراس كاين هذا الاستعداد الجيني باش يكون هذا المرض، لذلك كنشوفوا حالات في العائلة، كنشوفوا حالات عند الخوت. دونك اكيد كاين هذاك الاستعداد، مي الاستعداد الجيني دائما خصنا نذكروا الناس بان ماشي ضروري غيبان ولا غيشوف الوجود، يعني كيقدر يكون كيبقى الحياه كلها ما كيبانش كيف ما كيقدر يبان، حتى الوقت فاش كيبان فيه يقدر يكون في الطفوله، يقدر يكون في المراهقه، يقدر يكون من بعد. دونك غالبا كتكون دوك المسائل المحفزه او لي فاكتور ديكلونشون اللي هما كنقدروا نتحكموا فيهم نوعا ما. الوغ كذلك في مرض البرص كاين المشكل ديال لو شوك او لو ستريس، يعني كنشوفوا سوفون ناس اللي جاهم من بعد حاله مرضيه او من بعد طلاق، من بعد موت، من صدمة بعد ربما صدمه، كيكون داك لو شوك اللي هو ايموسيونيل يعني نفسي، عنده علاقه بالوجدان الداخل. نعم. كنلقاوه بزاف تاع المرات هذا المشكل. كذلك كاين مسائل اخرى بحال مثلا الحكان او لو فروتمون اللي شفناه كذلك حتى في مرض الصدفيه. الحكان كيخلي دوك الخلايا اللي بعض المرات كتكون كاينه غير هي خفيفه ولا متناطره ولا ضعيفه، ملي كنجيو حنا كنحكوا هاد المناطق كنقتلوها.
دونك بحكم كيوقع واحد لو ستريس في الجهه فين حكينا. لذلك سي امبورطون مهم اننا نفهموا اليوم الناس اللي فيهم هاد مرض البراس ما خصهمش يحكوا. الوغ ملي كنقول ما خصهمش يحكوا، ما خصهمش يحكوا بالكيس الحرج، ما خصهمش يحكوا بالحجره، ما خصهمش يحكوا حتى صبابتهم ولا الملابس ديالهم ما خاص تكونش كتحك معاهم. يعني غادي يلبسوا مسائل اللي هي مطلوقه ماشي مزيره، لي شوسيغ يكونوا واسعين شويه، ما يكونش داك لو كونتاكت، حيت قد ما كان داك الكونتاكت والاحتكاك قد ما هاد الخلايا كتموت في ساعه. الوغ دائما في مرض البراز كنلقاو الدور ديال الشمس. الوغ الدور ديال الشمس عنده جوج الاشياء، كيقدر يكون دور حميد سيتادير كنعالجوا به لذلك منذ قديم الزمان ومنذ عهد الفراعنه، وكان علاج مرض البراز بالشمس بتعرض لاشعه الشمس اما بوحدها اما كنعاونوا بواحد المواد اللي كتخلينا اننا كتدخل لنا الشمس بواحد الطريقه اسرع. غير هو الشمس سلاح ذو حدين، الا درناها بواحد الطريقه خفيفه يعني معتدله تحت استشاره طبيه وعرفنا كيفاش نستافدوا منها اولا. ولذلك كاينين تا اوجوردي لي كابين اللي فيهم لي زي في بي، لي زي في بي هو الاشعه الفوق الفوق البنفسجيه تيب بي، اللي دابا باقى علاج اكيد واساسي في في في, في هذا مرض البراس. الوغ الا عرفنا كيفاش ناخذوا هذه الشمس كتكون النتيجه مزيانه، ما الا مشينا وتحرقنا في الشمس وتشمجنا بطريقه ماشي سليمه بالعكس كيقدر يبان البرص. لذلك بزاف الحالات كتبان في الصيف في التعرض للشمس بطريقه مفرطه. دونك فين كاين انه نقدروا نستافدوا منه كيف ما يقدر بالعكس هو اللي يعطينا اننا المرض يتفشى اكثر. الوغ كاين الدور ديال الشمس، الدور ديال الحكام، الدور ديال الاعصاب. دونك هادو المسائل اللي وكاين واحد القضيه اللي خصنا ضروري نتكلموا عليها هو دور الاكل في حدوث مرض البراس. سوفون الناس كيجيو كيسولوا واش ما خصنيش نبقى ناكل هادي وهادي، راه قالوا لي خصني ندير واحد الريجيم باش. الوغ اللي غنقدروا نقولوا اليوم ان فعلا اليوم كاين الدور ديال المصران والجهاز الهضمي في حدوث بزاف تاع الامراض. دونك لذلك اليوم كنشكلوا اولا كنوصفوا الجهاز الهضمي بانه العقل الثاني، لانه هو الا كانوا فيه مشاكل كان فيه بزاف تاع ما كاينش الدور تاع الامتصاص مزيان اولا كيدخل لنا بزاف تاع الجراثيم من الاشياء اللي كناكلوا كيكون عنده دور في ظهور. وباقي لحد الان ما حديناش هذا الشيء وعرفناهش مزيان، مي غدا غادي يكونوا غيكونوا بزاف ديال المسائل جديده في هذا لو دومين. دونك الجواب اللي غنقولوا لهاد الناس هو اي حاجه اللي غتستريسي المصران، يعني غادي مثلا الاكل الكثير، لي فاست فود، الاكل المخلط اللي غادي يكون فيه واحد التعب تاع الجهاز الهضمي بكله، المصران والكبده ايتو، ضروري غادي يعطينا واحد ليطا دو ستريس حتى في الخلايا ديالنا ويقدر يدينا الى ظهور هاد المرض كذلك او التفشي ديالو. نعم، الوزن عنده علاقه ولا لا دكتوره نائله؟ لا ماشي بحال الصدفيه اللي كنا تكلمنا على ان ملي كتكثر الخلايا الدهنيه كتفرز واحد المواد اللي كتؤدي الى الصدفيه. مي الوزن اذا كان كثير اكيد غادي يشكل عندنا واحد المشكل نفسي وغادي نحسوا براسنا ماشي مرتاحين في اللبس ديالنا في كل شيء، وهذاك الاضطرابات النفسيه تقدر تؤدي الى تفشي المرض. نعم، اذا لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا 0522 46 72 50 51 او 52، والموضوع ديالنا اليوم على البراس كنت كنلمو عليه رفقه الدكتوره نائله دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. قبل ما غادي ناخذ مكالمه معنا دكتوره نائله، انا كان غير سؤالي البرص، ربما الاحصائيات اليوم كتشير على ارقام كثير من الناس صبحت عندهم مهمه، شكون اللي كيكون يعني الحالات اللي مسجله اكثر عند النساء ولا عند الرجال؟ ما كاينش واحد الاختلاف ما بين النساء والرجال. هو مرض اللي تقريبا كيوصل حتى ل 5% في الناس بطريقه عامه. يعني كوميم كثير كثير في بعض في بعض البلدان، في المغرب كذلك كنشوفوا حالات كثيره. اكيد ان في المغرب بحكم انه كنا بلد اللي عندنا حالات ديال الجدام او لا ليبخ بزاف، أيوة. مع المده قلات الحالات، كانوا الناس كيخلطوا ما بينه وما بين البرص. وكنعرفوا ان الجدام هو مرض تعفني اللي فيه واحد المناعه كتكون ناقصه بحكم البيئه اللي كتكون اما بيئه مزريه اما ناس ما كياكلوش مزيان اما دونك حتى هو كيعطي واحد التشوهات خلقيه، وفيه هذه البقع البيضاء اللي كتقدر تبان في بعض الحالات. ولذلك داك الشيء كاين هذيك النظره منذ زمان على ان البراز بحال فيه تعفن او لا فيه يعني قرينا حتى في الكتب القدام ديال الطب وكذلك كان كيتشار ليه على انه
بحال واحد القدر كيتسلط على الانسان الوغ كو هذا الشيء ماشي. كنعرفوا ان اليوم بزاف الافكار اللي كانت مشات نعم. منها على سبيل المثال غير العدوى غير العدوى نعم. افكتيفمون ديك النظره كيسحابوا انه كيعادي افكتيفمون الوغ كو دونك ضروري انا نشيروا لهذه النقطه لان المغرب كان بلد اللي فيه بزاف الحالات ديال الجدام ديال العلب. غادي نمشيو في تواصل مع المستمعين الكرام. ناخذوا ربيعه على الخط معنا من مراكش. صباح الخير ربيعه. صباح الخير اختي. شكرا عفاف معك. عفاف مرحبا ربيعه. اهلا وسهلا. الحمد لله. الحمد لله ربيعه مرحبا. نبغي نهضر مع الدكتوره. تفضلي مرحبا بك. صباح الخير. صباح النور. انا نبارك على الوالد ديالي. اييه كانوا بنا في هذا البقاع وكنت سمعتك هضرتي شحال هذا على هذه الحلقه وكنت قلت لي راه يقدر البرص هذاك خصو يشوف طبيب. اها ما ولات سنت ليا مشى عند الطبيب. اييه وفعلا قالت له راه البرص هذاك وخرج ليه الدواء وشي بومادات. ايوا المهم بقات بهذاك الشيء ولكن فعلا قلت لي جا الدواء غالي بزاف. اها وعنده حاله كثيره في الدي... لا لا ماشي كثير بان ليه شي شويه بان ليه في اللي ديال المكانه. اييه واحد شويه في رجليه في الفوق. اها المهم شي شويه المهم مشى تبع واحد المده وداك الدواء وداك الشيء كملوا ولكن الدواء غالي بزاف. نعم ودابا شنو السؤال ديالك؟ ما شنو الطريقه باش ما يكثرش فيه بزاف؟ واش خصو يتبع مع الطبيب لان هو قلت له ما تيبرش البرص تيبقى. الوغ كاينين حالات اللي كيكونوا فيها علاجات خاصة الحالات اللي كتكون في مناطق منحصرة أو للحالات في البداية ديالها وكاين ولذلك احنا دائما غادي نحاولوا غادي نضربوا مع المرضى اللي عندهم هذا المشكل باش نعطيو لو ماكسيموم تاع المسائل اللي كنعرفوا. أيه. ماشي نحيدوا عاوتاني هذه الفكره اليوم بدات تخكو الناس كلهم كيعرفوا شنو هو البرص مي غنتكلموا على شي نقط اللي خاطئه اللي غنحيدوا من الباب ديالنا. بحال هذه القضيه ما غنعالجوش لانه ما غيتعالجش. كاين حالات كتعالج وكتنسى لان حتى في هذه الامراض الداخليه اللي فيها ما هو جيني زائد اشياء محفزه بعد المرات المناعه بوحدها كتبدل والمرض كيمشي بوحده. كاين حالات اللي ما عالجوش نهائيا وبراو من مرض البرص ولا بقات فيهم ديك طاشه ولا جوج وما عاودش كثر نهائيا في الحياه ديالهم. لذلك كاين اختلاف في الحالات ما كاينش حالات وحده لذلك ما كاينش اوردونونس وحده وكنبقاو نحاولوا باللي مويان اللي كاينين وكاينين بزاف تاع الاشياء اللي كنقدروا نعالجوا فيها. كاينه مسائل اللي كدير موضعيا كاينين كريمات بعض منها موجود في المغرب وكاينين مسائل دخلت جديده في كاين ادويه اللي في المتناول دكتور نائل هي المتناول الدواء غالي بزاف. لا كاين ادويه في المتناول يعني حيت هي كاينين شي كريمات اللي فريمون رخاص بزاف وكيعطيو نتائج ملي كيدار بواحد الطريقه مزيانه. كذلك كاين كريمات اللي كنقدروا نجيبو من 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 برا حتى هي كتعطي نتائج رائعه سورتو في الوجه. كاين كذلك حبوب اللي الدور ديالها هي انها مضاده الاكسده لان هاد الخلايا كنقولوا شنو السبب تكلمنا على المحفزات ولكن اشنو كيوقع ليها هي خلايا اللي يقدر الالتهابات كثيره عليها وضغوطات من الخلايا الاخرى اللي كتخليها كتموت. دونك لذلك فاش كنستعملوا بحال هاد مضاده الاكسده كتعطينا نتيجه مزيان كنقدروا نديروهم ما بين 6 شهور حتى لدفوا 5 سنين في بعض الحالات. كاين كريمات مختلفه كاين اللي فيها مضادات التهاب كاين اللي فيها كذلك عناصر مضاده الاكسده الخلايا كاين مواد اللي كتستعمل فيها واحد لي ديريفي تاع الكالسيوم كاين بزاف العلاجات الموضعيه. من بعد كنقدروا نعطيو كذلك علاجات عن طريق الحقن عن طريق هاد لي كابين اللي تكلمنا عليهم ديال لي جي في بي اللي كيعطيونا نتائج غير هو هاد لي كابين كاينين في المدن الكبيره وكاينين في بعض المناطق يعني ماشي متوفره عند كل شيء. هاد لي كابين دكتور نائل سمحي لي هما نفسهم السولاريوم اللي كي لا ماشي نفسهم ماشي هو لا ماشي هو غير باش نوضحوا اختي اكزاكتومون داك السولاريوم كاين بزاف ديال خصها تكون فريمون تابعه لواحد لا ريكومونداسيون لان كاين بعض المرات كتكون خطيره فيها اشعه اللي ماشي مدروسه وماشي مضبوطه. الاشعه اللي كنعالجوا بها اليوم هما لي زوفي بي اكثر من لي زوفي ا. قبل كانوا كيتعطاو لي زوفي ا كيداروا لي زوفي ا باش يكونوا اكتيف كنستعملوا معاهم واحد الحبوب اللي بحال كتهيجهم كتخليهم يدخلوا في الجلد. سوف كو هاد الطريقه بينات انه كتكثر من حالات تاع السرطان. كتكثر من جلاله في العين. كتعطي ضعف في الكبد وما بقاتش كدار تقريبا ما
مابقاتش كدير نهائيا في المجال الطبي. ولينا ولكن للاسف المشاهير مازال كيخضعوا ليها. كاين حالات ولينا كيبغيو ديك البشره السمراء مثلا داك البرونزاج اللي كياخذوه كثير اللي ماشي هو صحيح. لا جوا كرام مثلا على سبيل المثال كاين بزاف ديال الاسماء فعلا وللاسف هما كيعترفوا انهم وصلوا لدرجه الادمان داك اللون في البشره هما اللي بغاو يبقاو عليه. وكاين لي زو بي بي هما اللي كنعالجوا بهم دابا اللي ما عندهمش خطوره لا على العينين لا على الكبد اللي كتقدر نديروها بمده طويله بدون ما ارتفاع حالات ديال سرطان تاع الجلد. دونك هادو هما اللي كاينين مي مالوغوزمون كاين كيف ما شرنا في المدن الكبيره في بعض المراكز يعني ماشي في متناول كل شيء الثمن ديالها بالنسبه للثمن الحصه ثمن مترفق. الحمد لله كاين كيدخل في الراميد كيدخل في لي ميتشيل ولي زاسيغونس. دونك كاين هاد الامكانيه في مساله التعويض كاين هاد الامكانيه. الوغ نرجعوا للحاله ديال الاب ديالها دونك الا كانت بقات مناطق غير منحاصره وما كيديعش من بعد شحال من عام راه يقدر يبقى في هذيك المنطقه ابخي باش ما يكثرش. الا كان بدا ليها كيكثر دونك كاينين هاد الحبوب اللي تكلمنا عليها والادويه اللي كدار باش كيكون علاج. نعم دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام وهاد المره خديجه على الخط معنا من مدينه الرباط. اهلا وسهلا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وخرني كان عند الوالدة ديالي. إيه. عنده شي 30 عام دابا في الجسد ديالها وكيبيع بزاف ما عرفناش ما كتاخذش هي الأدوية كدير غير الأعشاب. إيوا ودابا دا عليها في الدات ديالها كلها. دا عليها تقريبا في الدات ديالها كاملة غير الوجه الليلة. وبغيت نعرف عافاك في الدوش في الحمام واش ممكن تحك بالكيس ولا لا. وعافاك لك انت كتعرفي شي دكتوره ولا شي حاجه اللي حيت نفسيه انا مريضه بزاف. انتم فين ساكنين؟ في الرباط. الرباط مدينة الرباط. وما عندهاش امراض اخرى من غير هذا المشكل الجلد؟ لا ما كنسمعوكش مزيان خديجه. كاين مشكل كنظن في التواصل معك ولكن السؤال ديالك راه واضح خديجه. شكرا لك تواصلتي معنا مدينه الرباط. كنظن انه خديجه يلا التحقت بنا باش كتسمع الحلقه لانه المساله ديال الكيس تكلمات عليها الدكتوره نائله في البدايه ديال الحلقه وقالت انه الناس هي كتكلم على الناس العاديين وما كيغسلوش يستعملوا فما بالك بالناس اللي عندهم مشكل ديال البرص. لان الا كان البرص وسورتو ملي كيكون موضعي ومنحصر الحكام داخل في العوامل اللي كتسبب في الانتشار ديالو. بالنسبه للحاله ديال الام ديالها تكلمات على ان المساحه اللي مصابه كثيره بزاف فقط الوجه غير في الوجه. الوغ في هذه الحالات ما كنديروش علاجات ويستحسن ان يمشي اللون. دونك الا كانت سورتو ما حد التقدم في السن واللون كيقدر يمشي بواحد الصوره اكثر دونك هنا صافي خصنا نحبسوا لان ما غيمكنش نداويو هاد الخلايا بحال يعني اكثرها غادي تمشي. وكاين الناس اللي كيبغيو يوصلوا لهاد النتيجه دونك كيسميوها بين قوسين بان بحال حجهم البرص. دوك هذا هو الكلمه اللي كتقال في الكونتكست ديالنا المغربي. وكيجيو حالات اللي كتبقى عندهم مثلا في حالات الوجه او لا مناطق اللي مفرقه. هنا كاين العلاج اللي غيمكن لنا نديروه باش نبيضوا دوك المناطق اللي بقات غير خصها تكون منحاصره وقليله باش يعاودوا كثير باش كنوحدوا اللون. كاين داك لو ميت ديال بين قوسين مايكل جاكسون لان الناس كلهم عرفوا بانه كان فيه هذا المشكل ومن بعد هذا الشيء اللي خلى انه بيض الجسم ديالو كله. وكاين الادويه اللي كدير هذه المساله مما متوفرش في المغرب وحتى في الاماكن فين كاينه في لي زيتازوني انها مسمومه. انها خصها تكون تحت مراقبه طبيه ويعني في المغرب ما كايناش. دونك الا كاين اللي كنقدروا نحيدو هما فاش كتكون منحاصره في مناطق قليله. كنستعملوا كريمات كنقدروا نديروا بعض المرات حتى حصص ديال التقشير. واللي خص الناس يعرفوا اللي كيكونوا وصلوا لهذه المرحله ديال ان ما بقاش عندهم اللون. اولا كيكونوا حساسين بزاف للشمس ولا شالور سخونيه خاصهم يلتزموا بانهم ما يتعرضوش للشمس بزاف والحراره بزاف لان ما كتبقاش لا ميلانين. والميلانين الدور ديالها الاساسي هو انها تحمي محافظه فعلا. ان الافرازات ديالها ملي كنبدا يجي الصيف وكيبدا اللون ديالنا كيتبدل وكيفرزها بعض المرات بدون برونزاج من اجل حمايه الخلايا. دونك ملي ما كتكونش راه ما كاينش واحد الغطاء ديال هاد الخلايا اذا ما خصنيش نتعرض للشمس. دونك هذا الحاجه الاولى سينو غادي نكثر في المشاكل الخايبه اللي كتجي مع الشمس بحال السرطانات الجلديه. اذا السرطانات هي اللي كنت بغيت نسولك عليها دكتور نائله. هاد الناس اللي عندهم البرص ووصلوا لهاد المرحله الا تعرضوا لاشعه الشمس اشنو الخطوره اللي كتكون على صحتهم؟ الحروق. الحروق اللي تقدر تمشي من الدرجه الاولى حتى للدرجه الثالثه. حروق الشمس راه صعيبه بزاف. حساسيات تاع الشمس كنعرفوا ان كاينين دي زاليرجي او سولي. دونك غير بالتعرض للشمس كنبداو نحكوا نتنفخوا يجينا بحال تورديت. ثالث
حاجه سرطانات اللي تقدر تولي طالعه في الارتفاع ديالها، رابع حاجه ان يقدر اللون يرجع. دابا شوف سبحان الله، دي فوا كنبغيو نعالجو اللون ما غاديش يجي، ودي فوا فاش حتى كيمشي اللون كيقدروا شي مناطق كتبدا كتنقط وكتكحل. غير الكحوليه اللي كتولي واحد الكحوليه اكثر من اللون ديالنا الاصلي، كتولي كتبان كحله بزاف، دوك عاوتاني غادي يصعب لينا باش اننا نحيدوها. دوك هادشي علاش هاد الناس انهم ما خصهمش يتعرضوا للشمس، وفي الصيف يحاولوا يرتبوا الوقت ديالهم ما بين بعد على الاقل في المغرب ما بين 12 و4، ما يكونوش على برا. ليكرون سوليغ اللي يكون افيكاس بزاف، واللي دار دابا كاينين الحمد لله دي زيكرون اللي ما كيداروش لمشي صغار كثار، كيقدروا يداروا في الجسم كله. كاينين منهم اللي الحفاظ ديالهم كيكون كثار، اللي ما كيحيدوش مع الماء ومع العرق، يقاوموا الماء افكتيفمون. دونك نديرهم وما نساوش نديروا لي شابو لي لونيت، وتا الا مشينا نحاولوا الا بغينا نمشيو للبحر ولا هذا نمشيو في الاخر ديال النهار تكون الشمس نقصات ضروري هذا المساله. شرط كذلك ربما خديجه بالنسبه للحاله ديال الام ديالي كانت سولات يعني على شي طبيب او لا، هي كنظن انها كانت بغات تسول على النفسيه نفسي. فعلا هي قالت لي ان النفسيه ديال الام ديالها تازمات بزاف، وهادشي اللي كنا شرنا ليه في دكتوره نائله كيكون واحد يعني كيعيشوه بواحد الطريقه نيجاتيف. قليل اللي كنشوفوا انهم تعداوا ما هو ابارونس، ولاو كيحسوا براسهم اليز ومرتاحين وما عندهمش مشكل. وكنشوفوا دابا شفتي في العالم كله دي مانكان اللي فيهم هذا المرض ديال البراس، وكيبينوا الوجه ديالهم باش يهرسوا هذا هاد الصوره اللي حنا كناخذوها اننا كنشوفوا غير ما هو شكلي. كاين طريقه ديال المكياجات، كاين يعني ثقه في النفس اكيد انها ضروريه ملي كتفقد في بحال هاد الحالات. دوك هنا ما نساوش ان تعامل السن، تعامل وليدات اللي مشاو، تعامل تدخل كانت امراض اخرى من غير الامراض الجلديه وعندها هاد المشكل، يعني كل شيء هادشي تفاق مؤدل ديك النفسيه اللي كتكون مدهوره بزاف. خاصنا نتمشي للطبيب، الحمد لله الرباط عامر بالاطباء المتخصصين في الامراض النفسيه، وماشي عيب اننا نمشيو عندهم، ماشي عيب اننا ناخذوا الدواء، ماشي عيب اننا نديروا حصص باش نرتاحوا، لان ما خصش تكون المعاناه. هذا الشيء كله الهدف ديالو ما تكونش المعاناه في القلب، والمعاناه النفسيه راه صعيبه بزاف. عاد راه كيحسوا الناس بداك القلب ديالهم كي بحال كيتشرق بالام، بقله النعاس، بالفيق مع 3 الصباح، بفقدان ديال لو بليزير حتى في الجلسه مع الوليدات ولا مع الاحفاد. دونك يعني اشنو كتولي حياه ايزولي ديك لا بيرسون في واحد البلاصه بحال كتسنى انها صافي تمشي تودع، الوغ ماشي هذا هو الهدف في الحياه. يعني خصنا نبقاو دائما، وهذا هو الدور ديال لونتوراج. وكاين في بعض الناس اللي كيوصلوا لواحد السن كيكون شخصيتهم شويه صعيبه ولا قويين، ما كيتقبلوش النصائح من وليداتهم او من وليدات وليداتهم. دونك هنا ناخذوا بيديهم، نديوهم حنا نقنعوهم، نجيبوا لهم الطبيب للدار باش ما نبقاوش نتسناو تيقولوها لنا هما. دونك الا ما قال، حيت كيكون واحد الحاله ديال الخوف كنتسناو تجي من عندهم، وراه ما غاديش تجي من عندهم، لان اصلا حتى التفكير ديالهم او هذا ناقص. يعني ندهز بيدها ونديها ونقول لها راه غنمشي عند الطبيب يقلبك وهذا، وتاخذ واحد الدواء. دي فوا كاع نقدروا نعطيوها دواء بلا ما تكون هي مقتنعه، بشويه بشويه غادي يحيد لي هذاك الافكار السوداء وذاك الغمامه اللي كتكون كحله وكترجع لها. راه علاش مسمينهم حبوب السعاده؟ لان في حالات مهمه وكترجع ديك السعاده اللي كتكون مشات. نعم غادي نمشيو دائما. ومشكوره دكتور نائلة في تواصلنا مع المستمعين الكرام. غادي نبقاو في مدينه الرباط دائما ونتواصلوا مع نورا على الخط هذه المره. اهلا وسهلا بك نورا. نورا معانا؟ وي باقي معاك. تفضلي. مرحبا. ها؟ تفضلي نورا. الو بونجور. مرحبا بك نورا، كنسمعوك. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. كنت بغيت عافاك جا ندير واحد نطرح واحد السؤال. أيه. انه عندي بنتي عندها 9 وعندها اون بوتيت تاش بلونش فوق عينيها. دابخي لي كونسلطاسيون اللي درت عند لي ديرماتولوج قالوا لي على انه يساجي افكتيفمون دو البراس كيف ما كنقولوا بالعربيه. اها اييه. وعندها تاش وحده. الوغ دوطخ حتى هما الوغ اون سول تاش. كاين دي ديرماتولوج قالوا لي برس، دوطخ قالوا لي لا يساجي با دو البرس. انا بغيت دابا غير نعرف شنو لي سيمبتوم غير باش نعرف اذا هذاك برس. وثاني سؤال على لي لو تريتمون باغ اولترا فيولي بي، اسكو لاج ديال هاد 9 يقدر يتحمل هاد لي سيونس؟ وي الوغ مدام سيفو بلي، واش عندها اون سول تاش، تاش وحده فوق العين؟ اون سول تاش فوق في الجفن ديال عينيها الفوقاني. ما عندها حتى شي تاش في شي بلايص اخرين. وهادي عام كانت صغيره، ودابا افيك لو طون هذا كتكبر شي شويه، كتكبر شي بشويه ماشي بزاف. والحالة النفسية ديالها مزيانة؟ اللون ديال الوجه ديالها كيتبدل، كتبقى تبان كيغلق هذيك لاطاش ولات كتبان. كتبان الوغ كو في الشتا ممكن الواحد ما يلاحظهاش.
وي والنفسيه ديالها كيفاش كتشوفيها انت دونك ماما؟ بحكم ان باقا صغيره ما عطياش الموضوع اهميه ولكن ملي كتشوف الناس كيشوفوا لها في عينيها السوق ولات تبغي دير لنا لي مونتور ديال لي مونتور لونات كديرهم كبار باش ما يبانوش وجوستمون حنا خايفين على النفسيه ديالها اكثر. ونفسيتها هي اصلا من غير هاد لاطاش كتبان لك في نورمال ولا سونسيبل عندها دي بروبليم سكولير؟ سي ان انفون نورمال ال اكسل في لي زيتود ديالها ال توجور باغمي لي بروميير. تبارك الله. لا الحمد لله ان اوكان ديفيكولتي بسيشيك و ال في دون 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 فاميليال نورمال الحمد لله. نعم تخي بيان. واخا نورا غادي نرجعوا نجاوبوا على سؤال ديالك رفقة الدكتورة نائلة درعوا دائما من في برنامج الصحة والسلامة نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين فخليكم معنا. واحنا مازالين معكم اوفي انا في برنامجكم صحة وسلامة دائما على ميد غاديو رفقة الدكتورة نائلة درعوا طبيبة اخصائية في الامراض الجلدية الشعر والاظافر. دكتورة نائلة توقفنا في المكالمة ديال نورا والحالة ديال بنيتها ديالها 9 سنين قالت عندها طبعة وحدة بيضاء فوق العين ديالها في الجفن ديال العين. الوغ التساؤل ديالها واش براس ولا لا حيت الاطباء اختلفوا في هذا التشخيص ديالها. الوغ كاين واحد لا لوميير سميتها لا لوميير دو هود هي اللي كنستعملوا باش كنفرقوا ما بين مثلا بقع بيضاء من نوع اخر وبقع اللي هي شبيهه بالبراس. غير هو انا كنفهم الاطباء علاش ما بغاوش يقولوا لي هذه الكلمه بالضبط حيت طونك باقا محدوده تقدر يكون يعني صبغيات ناقصه بلا ما نكونوا في مرض البراس. حيت هذا المرض دي فوا ملي كنانونسيوه غير هذا لانونس ديالو كتخلي ان النفسيه كتمشي لا ديال الوالدين لا ديال الطفل لان كاين واحد التخوف وتكلمنا على افكار اللي اون غوسو ولا لي زيدي وكيفاش ممكن ان انا شخصيا واخا غيبان لي مثلا ان البقع صبغيات ناقصه ما غاديش نبرونسي هذا المرض لان غيكون خصو يكون في بلايص اخرين خصو يكون مثلا في شي مناطق اخرى باش غادي نتكلموا على هذه الحاله كيقول الطبيب ديالها هذا اون طاش بيضاء بهذا لا لوميير غيبان لنا واش ما كاينش صبغيات. الوغ ما بلا ما نبقاو واش هو برس ولا ماشي برس حيت شنو غادي ينفع حتى الا مثلا دي فوا قلنا هاد لو بروبليم غادي يقدر الواحد يفكر بان غيبقى مهدد بحياته كلها يقدر يخرج. الوغ كو الطفل عنده واحد الخاصيه زوينه بزاف انه في ساعه كيتعالج. نعم يعني لذلك خصنا نديروا جميع المحاولات ديالنا ما حدو باقي صغير. وهذا دليل الحاله ديال السرطان عند الاطفال نسبه الشفاء كتكون 90% وما فوق مجموعه ديال السرطانات والحساسيات اللي كتكون من بعد كتحيد وهذا دونك لذلك خصنا نديروا جميع جهدنا باش نحيدوا هذيك لاطاش ومن بعد تقدر المناعه صافي كتبدل. دونك هذا هو اللي زوين انه في ساعه كبرى وان المناعه ديالو كتقدر تبدل توتالمون ما يبقاش داك الشيء. شحال من طفل جاوا بحال هاد الحالات كنشوفوا حالات كثيره اما دايو غالبا ما كتكون فوق العين ولا كتكون حتى في منطقه المخرج مع ليكوش ومع هذا وكيتعالجوا ما كيبقاوش. نعاودوا نهضروا على هذا المرض ليسونسيال ان هذه الطبعه اللي فوق العين راه خاصها تعالج. خصنا نكونوا كندايرين لها واحد الدواء لان كاينين الحمد لله ادويه خاصه هذاك لاكريم اللي كتجي من ليترونجي اللي كتعطينا نتائج هائله ورائعه. يعني بريسك جميع بين قوسين الحالات نقدر نقول واحد جوج ولا 3% اللي تقدر ما تعالج ديال الوجه كتعالج بهذيك لاكريم. زائد بيان سور دي كومبليمون اليمونتيغ لان تاهما كيعاونوا. كنعرفوا ان كاين فيتامينات اللي اليوم اكدات وبينات ان لابو ديالنا كتقدر تكون محتاجه ليهم بدراسات. زائد نفسيتها الحمد لله مزيانه كتجي باغمي لي بروميي. انا بعض المرات هذوك الناس اللي كيجيو باغمي لي بروميي كنخاف منهم شويه. علاش؟ كيكونوا بيرفكسيونيست يعني باغا توصل باغا تفرح ماماها وباباها الاساتذه ديالها ايتو دي فوا كتقدر تدخل فواحد ليطا دو ستريس باش تجي هي الاولى باش تكون هي لا بروميير باش واخا لي كونديسيون كيف ما شرط دو في كلهم زوينين مي حتى هذاك ما نربيوش لي زونفون بزاف سورتو بالنسبه ليها على هذاك لونفي ديتر توجور لا بروميير. انا الا ما جاتش هي الاولى ولا شي حاجه قلقاتها تقدر يرجع عليها انها تقلق دونك شويه ديال يعني كنا مشكوره دكتوره الى معاك. كنا واحد المره تكلمنا على هذه النقطه يعني في احد الامراض كذلك وقلنا راه هاد الوليدات نوعا ما يعني نرحموهم ونرفقوا بهم. علاش؟ راه الكثير من الامهات والاباء مازال خاطئين. ماشي معيار ان الابن ديالك الا جا هو الاول وكان هكذا غادي على هذا المنوال مده سنوات راه دليل غيكون ناجح في حياته. راه لا راه ماشي معيار نهائيا. نعم غادي نمشيو هاد المره دكتوره نائله باش نتواصلوا دائما مع المستمعين الكرام وناخذوا رشيده على الخط معنا من مدينه سطات. رشيده غنطلب منك تبعدي على الراديو رجاء سمعينا من التليفون ماشي من الراديو. رشيده الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
كدايره اختي لاباس؟ الحمد لله رشيده. دايره الدكتوره اللي معاك؟ الله يبارك فيك. شكرا. نشكرك اختي على هذا البرنامج. العفو رشيده، مرحبا. اختي غنسولك، عندي واحد السؤال اختي، فيها البرص. اييه. وثلاث سنين اختي، وفعلا نيت كي قالت الدكتوره دابا كنتصنت ليها وجاها كحال. والبرص اللي فيها جاها فوق، بدا ليها فوق فمها وغادي وكيدي عليها. اها. وما خلات اختي ما دارت وعقدها صراحه، توجهها بحال لواحد الدرجه ما نقولش. وشنو هو المسائل اللي دارت؟ اختي داكشي اللي كدوز كيعطيوهم، مشات كسمت الدكتوره حداتو. اها. وحداته باش بالماكله بالكويان؟ شنو دارت؟ شي حاجه عطاوها لهم كتاكلو دوك اللي كيحدو. داكو. وعندها غير في الوجه ديالها، ما عندهاش مناطق اخرى لداخل؟ غير في الوجه، غير في وجهها، بداها هاد الساعه غير في وجهها. شحال في عمرها الاخت ديالك رشيده؟ اختي زياده في 71. وي واخا. الوغ بالنسبه لحاله الوجه، بحال اللي شرنا قبل من السيده، انها في غالبيه الاحيان كتعطي نتائج رائعه بالدواء. يعني من بارمي الحالات اللي كتعالج بالنسبه للحالات ديال البرص، يلا الحالات اللي كتكون صعيبه في العلاج ديالها هي البلايص اللي كتكون دايره بالسبعان. دونك هنا كنعرفوا ان ما عندناش الشعر، المسام بريسك مغلوقه، دونك كتكون واحد الصعوبه في علاج المناطق اللي هي لي زيكستريميتي، يعني لما كذلك الرجلين، الاصابع ديال الرجلين وزائد الجناب، تما فين كتكون صعوبه. اما في الوجه كتكون حالات رائعه جدا. بالنسبه للعلاجات، ما عرفتش انا العلاجات اللي خدات بالضبط، ما كاينين علاجات اللي كتعطي نتائج رائعه. بيان سور ناكدوا على كذلك النفسيه، الادويه اللي كتنقص وما كتخليش التطور ديالو اللي هي موجوده. قضيه المسائل البلديه، مالوغوزمون كنشوفوا بعض الناس اللي في هذه المسائل البلديه كيفوتوا الحد ديالهم وكيندموا علاش داروها. دونك يا اما كياخذوا ادويه عاتيه كتكون مجهده، اللي كتكال، اللي كتقدر تحرق المعده، وكيبقاو من بعد عندهم امراض المعده اللي ما كتبغيش كاع تحيد، دي غاستريت كيوليو مزمنين. اما كضر في العينين لان كيكونوا كيشدوا داك المسائل اللي كياكلوا، كتشد الشمس بزاف، تقدر تولي لهم جلاله او مرض في العينين كيحمروا او الضفر اتو. ويا اما موضعيا كيكويو، دونك كنشوفوا بزاف الاستعمالات بحال كيكويو بواحد الحلزون، بحال كيكويو بعض المرات بالات اتو، وكتولي المساله بيضه اكثر، ومن غير البيوضه ديال البراز كتولي حتى سيكاتريس بحال انسان محروق. دونك اتونسيون مسائل، الا كانت انا تفاش كيجيو ناس مقتنعين بانهم باغيين يديروا شي مسائل اخرى، الا سولوني اشنو ما ندير، وكتكون داك الاقتناع كتحسي بها بان الا درت هذيك المساله غترتاح نفسيا، كنقدر نقول لهم ديروا داك الشيء، غير ما تضروش راسكم، ما تاكلوش، ما تحرقوش، ما الا كانت غير شي مساله هضره ولا زياره ولا، حيت هي مبروغرامي على انها بغات دير ديك المساله، مقتنعه بها تماما. شفت حالات اللي كيقولوا لها راه مزيان، حيت افكتيفمون كاين حالات كيف ما شرنا في بدايه الحلقه بدون علاج وكتبرى، وكاين حالات اللي كدير بحال هاد المسائل وكتعالج فعلا، اولا خدي هاد التراب ديال هاد الارض ودوزيه. كتكون مساله نفسيه ممكن، وحيت راه الانسان مجموعه المعتقدات بزاف ديال المسائل، ما كاينش غير كون كانت غير القضيه ميديسين موديرن هي اللي كتذكر عطاتنا علاجات لجميع الامراض، كاين مسائل اخرى، كاين الحاله النفسيه كتلعب دور بزاف، وكيف ما شرنا غدا يعني في لافونيغ غادي تولي الامراض النفسيه والحالات النفسيه اكثر من الامراض العضويه. دونك باش نرجعوا للحاله ديال السيده، دونك خاصها دير ايكرون سوليغ يكون افيكاس، لان حتى الشمس لفيت انها كحلت لها الوجه غتزيد تبين لي هذاك المناطق بيضاء اكثر. بالنسبه للمناطق بيضاء الوجه كاين حلول، تعاود تشوف استشاره طبيه وعلاج ممكن ان شاء الله. دكتور انا الى كان سؤالي انا على المناطق اللي كيبداها البرص، واش كاين مناطق معينه كنسمعوا مثلا هذه المساله، بحال لما تكلمت نوره الحاله ديال البنت ديالها فوق العين، الاخت ديال رشيده في المنطقه ديال الفم كنشوفوا مثلا الناس غير نعم. واش هذه المساله يعني كتكون مبرمجه عندها تفسير فعلا، او لا هي فقط الله عليك عفاف، ولا عندك واحد لو ريجستر ميديكال؟ افكتيفمون فعلا كاين مناطق اللي كيكون فيها البرص اكثر من غيرها، مناطق اللي دايره بالمخارج، يعني بحال اللي شرط السيده حدا النيف، حدا الفم ديال المخرج، في القدام، في الجهاز التناسلي، البلايص اللي فيهم الظل بحال ورا الودنين، لي بلي، المناطق اللي كتكون فيها الاحتكاك بحال كنشوفوا في جهه المرافق، جهه لي جنوب بزاف هاد البلايص كيكونوا. بالنسبه
الصدر المين الصدر المنطقه الصدر دوك لي سوتيان غورج دونك كنشوفوا ديك المناطق المنطقه ديال ديال لي كولوت دونك كاين واحد المناطق اللي كيكون فيهم احتكاك مناطق كيكونوا فيها الظل المخارج ديال لي زوريفيس دونك كنشوفوا هذه المناطق اكثر من جهه الشعر علاش لان كيكون المشيط بزاف سورتو الا كانت كنمشطوا بشي حاجه ديال الحديد واللي ولا شالور بالنسبه للناس اللي كيديروا لو سيشوار دائما اولا كيديروا مسائل اخرى على الشعر ديالهم هادشي علاش هذيك لا تيوري والفرضيه ديال الاحتكاك حتى هو كيخلي ديك الخلايا كتموت اكثر كاين انطلاقا من المناطق فين كيجي وكاين بعض الحالات ديال البرص اللي ما كتكونش عامه حيت كاين في حالات هو كاين جينيرال بحال هذه الحاله اللي تكلمنا عليها كاين اللي كتكون في منطقه وحده كونيلاتيرال يعني غير في بلاصه وحده اما في النص ديال الجبهه وما كتزادش كتبقى في هذيك المنطقه سوفون سوفون هذاك لي اونيلاتيرال يعني من حاصر في بلاصه وحده كيبقى في بلاصه وحده الاصعب في الحالات هو الحالات اللي كتكون كيف ما شرنا في لي زيكستريميتي يعني في اليدين الدوره ديال السبعان في الكفوف دونك حتى العلاجات ديالها كتكون ان بو صعيبه شويه دكتور نائله بعض المرات كنشوفوا اكثر من حاله في عائله ولا داخل اسره واحده في عندهم المشكل ديال البرص بعض المرات كنلقاو اخوان ثلاثه ولا اربعه كلهم مصابين وعندهم نفس المشكل انا كان سؤالي دكتور نائله غير اللون ديال البشره عنده علاقه ولا لا؟ لا ما عندوش علاقه يعني يقدر يجي للناس البيضين والناس السمرين او للناس كاريمون اللي داك اللون ديالهم كيف ما شرتي ما كاينش حتى اختلاف لا في يعني قد ما كانت البشره بيضاء ما كيبانش بزاف الوغ ملي كتكون بشره داكنه كيبان داك لو كونتراست كثير المسائل العائليه افيكتيفمون كاينه هادشي علاش هذه الصعوبه في هذا المرض هو انه كاين بزاف العوامل اللي كت وعباره بقات عباره عن فرضيات يعني بزاف ما كاينش الاكتمال في علميا اشنو السبب كيفاش كيوقع شنو الاول دوك لقاو بزاف المسائل اللي كتقدر تؤدي الى موت هذه الخلايا اللي مسؤوله على افراز الصبغيات اولا ماشي الموت ديالها اولا غير انها كتفرز بطريقه قليله لذلك حتى هذيك لا لوميير دو هود اللي تكلمنا عليها اللي بعدا كتحدد لنا واش برص ولا مرض اخر كتبين لنا حتى مع العلاج واش كاين هناك يعني بدات كتنقط يعني كاين تجاوب اللي غيخلينا نكملوا العلاجات دونك هي طريقه مزيانه انها حتى في مراقبه العلاج من بعد كذلك كاينين ما يمكنش لنا ما نهضروش على التطورات اللي كاينه في الابحاث العلميه كاين دابا زراعات ديال هذه الماده دونك اما كنشدوا لابو كلها وكناخذوا منها الفوق ديالها وكنحطوه في بعض المناطق وكتسمى زراعه جلديه اللي كتكون كامله اما كنجبدوا واحد العصير من وسط لهذ الخلايا ديال الجلد وكتصفى وكتحط فوق المناطق دونك ولاو بزاف ديال الطرق من اجل زراعه هذه الخلايا في المناطق غير هو فاش كنديروا هذه المسائل تاع الزراعه خاصنا نكونوا في واحد الحاله اللي هي ستابل يعني ماشي كتطور بقات منحصره على الاقل واحد عام ويعني بقاو لنا مناطق اللي ما تعالجوش ما تلونوش اللي غنقدروا نديروا لهم بحال هذه المسائل ومن هنا لافونيغ غادي تخرج كاينين دابا حتى دي كيت اللي كيداروا يقدر من بعد بتات غادي يبقى يديرهم ريباسيون بوحدو بطريقه سهله واللي كيبقى كل مره ملي غيمشي اللون يعاود دوك هذوات اللي كاين يكون مستقبلا تبارك الله دكتور نائله وما نساوش كيف ما قلتي حتى المساله ديال الكاموفلاج راه دابا اليوم خصوصا بالنسبه للسيدات ولا بالنسبه للنساء راه ما بقاش مشكل مشكوره شرتي المساله ديال انه اليوم ولينا كنشوفوا عارضات اللي كيمشيو على الرانواي او لا على ديك المنصه ديال العرض وهما عندهم مشكل ديال البرص فكانت هذه خطوه مهمه جدا باش كنبينوا انه راه ماشي حاجز او اللي يكون عائق في حياتنا نهائيا حنا اللي كنخليو واش يبانوا مرتاحين ولا هذا كاينين دابا جمعيات كاينين فورومات اللي فيهم ناس يعني وكنأكدوا بزاف على هذا العامل النفسي وضروره الارتياح وضروره بارطاجي ليكسبيريونس وكذلك كيف ما شرتي الكاموفلاج وفي المغرب عندنا كاموفلاج اللي هو ميديكال يعني اللي كيدار بواحد الطريقه اللي كيقدر يتعلم حتى في سيغتان بوان دو فونت بحال في بعض لي فارماسي ولي بارا فارماسي كتكون حتى المسؤوله على هذاك المكياج اللي كنقدروا ناخذوا معاها مثلا موعد وكتورينا كيفاش نماكيو بطريقه طبيه كذلك فاش كيجيو الحالات في العيادات كنوريهم حتى حنا كيفاش لان كتكون عندنا دي باليت يعني في لا جورني فيهم فون دو تان فيهم كل شيء دونك فون دو تان على حسب اللون كنختاروا اللون غالبا ما كيكون هذاك لو فون دو تان اللي فريمون كيكاموفلي بزاف بلوس لا بودغ اللي كدار من الفوق باش كيبقى النهار كله وكتعطي واحد الارتياح 24 ساعه ميم دابا ولاو دي كاموفلاج ديال لو كور على شكل بخاخات اللي نقدروا نمشيو بهم مثلا البحر او نلبسوا واحد اللباس اللي مثلا دابا نص كم باغ اكزومبل وكندرقوا ما كتبانش ديك لاطاج او موان نهار واحد دونك يعني وغادي تساعد
تساعد حتى في الارتياح فعلا، لانه بزاف ديال الناس ربما كيفكر دكتوره نائله يقول لك انا نلبس غير هذا اللباس ما غنساليش من الاسئله ديال الناس، فوقاش جاك واش ما درتي ليه والو واش ما شفتيش الطبيب، يقدروا يوقفوك في الطريق ويهضروا معاك. غادي نمشيو دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام. للاسف كانت معنا مكالمه من مدينه سطات، المستمع انقطع معها الاتصال للاسف. فهنا دكتوره نائله كان سؤالي ايضا ما يمكنش ما نجاوبوش على السؤال ديال المستمعه كريمه اللي هي ام لطيفه بعثات به، كتسولك على البرص وعلاقته بداء السكري. هي قالت ما بان عندها البرص حتى تصابت ولا عرفت نفسها انها مصابه بمرض السكري. الوغ شكرا على التدخل ديالها، لان كان خصنا نطرقوا للامراض اللي كتقدر تكون مع مرض البرص. كنلاحظوا ان مرض البرص كيكونوا معاه امراض اخرى بحال مرض ديال الغده الدرقيه او لا تيغويد، كاين علاقه وطيده بيناتهم. داير فاش كيجي الباسيون لاول مره كنطلبوا حنا ضروري ديك التحليله باش كنشوفوا واش ما كاينش مضادات الاجسام ضد هذه الغده. بعض المرات كنلقاو غير وجود مضادات الاجسام، بعض المرات كتكون خلل كذلك وظائفي في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه كاين واحد المرض اخر اللي كيتسمى لانيمي دو بيغمير، وعباره عن فقر الدم مي بواحد ماشي بنقص ماده الحديد، نقص ماده اخرى اللي كتسمى الفولات. دونك حتى هو كيكون مصاحب لهذا المرض كنلقاوه. كاين بزاف الامراض المناعه الذاتيه اللي كذلك كنلقاوها، منها نقدر نديرو داء السكري اقل. الوغ علاش هي لاحظت انه كاين هذا التزامن؟ لان كنعرفوا ان داء السكري هو كياثر علينا نفسيا. كيخلينا اننا بتاتخ ما كنتقبلوش، ولا كنوليو كنتعصبوا بطريقه اسرع، ولا كندخلوا في واحد شيخوخه الخلايا بطريقه عامه. لان كنعرفوا ان من الاسباب ديال الشيخوخه الخلويه وهي الامراض ديال الغدد، منها امراض داء السكري، منها لامينوبوز اللي كتكون قبل من الوقت، منها امراض بعض الغدد. ممكن هذا الداء السكري بزاف ديال في المراحل ديالو يقدر يؤدي لهذا ظهور البرص في هذيك الوقيته اللي كاينه. اذا كيف ما تكلمتي على المشكل ديال الغده الدرقيه من بين اكثر الامراض اللي كيصاحب هذا، وهذا الفقر الدم اللي سبيسيال ديال لانيمي دو بيغمير. نعم، اخر نصيحه بغي غادي نختموا لقائنا معاك دكتور نائله. الحاله كنا كنتكلموا على البرص، الحاله النفسيه ثلاثه ديال نسطروا عليها بزاف. ثانيا الصيف دابا، دونك نديروا وقايه، لان قلنا بان الشمس بزاف ماشي في صالحنا، تقدر تكون علاج ولكن تقدر تكون كذلك تؤدي الى ظهور المرض. الحكام بعدو منه احنا فهمنا علاش. ربما استعمال بعض الاعشاب دكتوره نائله كذلك نقدروا نحرقوا راسنا وغندموا. دونك راه بشحال من حاله كتكون ولقطه واحده وكيمشيو كيحرقوا كيديروا كيسمعوا مسائل كتندم، كتجي اون بلاك ملي كتجي كتشوف مثلا بهذا الضوء كتلقى بان الخلايا ماتت، كانت بدات غير خصها تتحفز وتنشط ومن بعد كان غادي يمشي. الوغ كنلقاو بان تراو حروق اللي ما غاديش تخلي داك الشيء يعاود يتلون. دائما كنحاولوا العلاج، دائما نشوفوا بنظره تفاؤليه، ماشي نوقفوا نجيو هذوك الافكار ديالنا نيجاتيف. البرص ما عندوش علاج، لان الحمد لله شفنا حالات تعالجات. كاين حالات اللي فريمون كانوا كلهم وتعالجوا بيان سور بالمشيئه ديالهم، مشيئه الله وبالدواء كذلك. دونك من الحال نضربوا بعض المرات حيت ما كيتجيش نتيجه في ساعه. دونك هذا هو اللي عاود خصنا شويه الصبر. النتيجه بالنسبه للحالات راه ما كيبدا التلون حتى في الشهر الثالث. دونك ما كاينش 3 شهور من بعد استعمال الادويه كنبداو نشوفوا دوك النتائج وداك التلون. اصعب حاجه هي نحيدوا شي بقعه سوداء او نحيدوا شي بقعه بيضاء، اصعب حاجه في الجلد. وبيان سور غادي نديروا الامل ديالنا في هاد التطورات اللي كاينه دابا، في هاد الزراعات، في ظهور ادويه زائد علاجات باللازير. دونك كاينين بزاف ديال لي تكنيك اللي جداد اللي كيبينوا عطاونا نتائج في حالات اللي كانت صعاب ان العلاج ديالها. دوك وثقتنا كثيره ان شاء الله في المستقبل من ناحيه هاد المرض ان شاء الله. اكيد كل الشكر ليك الدكتوره نائله دراعو، طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. كل مشكل صحي او مرض كنتكلموا عليه معاك دائما كتختمي ما شاء الله بديك النظره التفاؤليه ونظره الامل. وكنقولوا هذا هو الهدف الاساسي من برنامج الصحه وسلامه، يعني رفقه كل الاخصائيين مشكورين اللي كيكونوا مرافقيني في البرنامج، انه البرنامج ديالنا يكون فسحه للامل بالنسبه لكل مرضى. وكنكون سعيده جدا دكتوره نائله لانه من العدد الكبير ديال الاوفياء ديال برنامج صحه وسلامه، وهما ناس اللي لقيتهم كيسمعونا وهما في المستشفيات وهما على سرير المرض، كيكونوا الونيس ديالهم كيكون هو ميد غاديو وبرنامج صحه وسلامه كيسمعوا لنا كثير. فتحيه لهاد الناس، وبغينا الامل دائما يبقى حاضر عندهم ان شاء الله يا رب. شكرا لك مره اخرى دكتوره نائله. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وغدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لمجدولين علامه الادريسي كانت معي في الاخراج وسامحه عشوبي، مشكوره في استقبال مكالمتكم. بقيت اوقات طيبه وممتعه قضيوها رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. الى اللقاء.